أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. أنا تاجر أستورد بضائع خاصة بالأطفال، يوجد عليها بعض التصاوير والرسومات، قد تكون في حالة طابع أو في حالة صور، علما أني قد حاولت تجنب هذه الشبهة بإيجاد بديل، ولكن صاحب المصنع يرغمني على تصنيع كمية ولا أقدر عليها وتحتاج إلى وقت طويل، وإذا كان ذلك جائز فما هي الضوابط التي يرجى التأسي بها، علما أن الكثير من الشباب ينتظر الرد على هذا السؤال. الصور التي على الملابس وعلى البضائع هذه لا شك أنها ما تجوز، ولكن هذه الصور غير مقصودة، لأن أن نشتري السلع نريد السلع ما نريد الصور، ننتفع بالسلع ولا نقصد هذه الصور، هذه الصور لا قيمة لها وليست مقصودة، فلا نترك السلع والاستفادة من السلع من أجل أن عليها صورة. لكن إذا أردت مثلا أن تلبس ثوب في صورة فلا بد أنك تزيل الصورة، ما تلبس ثوب عليه صورة. أما الصور التي تمتهن مثل الفراش السجاجيد والفرش التي يجلس عليها ويداس عليها، فهذه لا يضر كون فيها صور لأنها ممتهنة، لأنها ممتهنة ويداس عليها فلا قيمة لها. وأما الملابس لا يجوز أنك تلبس لباس في صورة، بل تحاول طمس الصورة وإزالة الصورة، أو تختار قماش ليس فيه صورة تلبس منه. نعم.